مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت عائلة تايلور وورد مقاطع من حفل زفاف أخت تايلور. رياض محرز ظهر ببدلة رسمية كانت موحدة بلون واحد، ألا وهو لون الفانيلا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.